قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه جملة استنافية لم تأتي بالواو واو العاطفة قالوا، وهي تتضمن رد الملائكة الكرام على وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئوني بأسماء، هذا سؤال والسؤال يحتاج إلى جواب ورد، فكان جوابهم قالوا جوابهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهو استئناف يتضمن جواب الملائكة عن سؤالهم أنبئوني بأسماء هؤلاء. وهذا الجواب قدموه بقلبهم قولهم سبحانك، وهو فيه اعتذار لله سبحانه وتعالى، كأنهم كانوا يقولون نحن لم نعترض على إرادتك يا الله، وإنما خثر في نفوسنا ذلك الخاطر، وكان سؤالنا أتجعل فيها بل يفسد فيها، ليس اعتراض وإنما هو للاستفسار ولمعرفة بيان الحكمة من خلافة آدم فقط، نحن نستفسر، نحن نريد أن نعلم، نريد أن نعرف الحكمة فقط. وأيضا هذا الاعتذار كان مصحوبا بحسن الأدب، سبحانك بحسن الأدب وبالتواضع وترك الادعاء. ما معنى سبحانك؟ يعني ننزهك يا الله من كل ما لا يليق بوجهك بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ننزهك ونبرئك من كل نقص. أدب وتعظيم لله سبحانه وتعالى وترك الادعاء، وأيضا نبرأ من كل حول وقوة لنا إلى حولك وقوتك، فأنت سبحانك يا الله نحن نسبحك. وأيضا إشارة إلى مهمتهم في التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، نحن نسبح بحمدك فقط يا الله.